أنا جيت على ذا فويس كيدز عشان أغني وعلشان نانسي عجرم اللي تلف لي. كسر الدنيا، ابتسامة جميلة. يا ديش هتغني اليوم؟ الصهبجية. الصهبجية؟ ما تحسها كده كبير عليك؟ لا. تحس إنه لو غنيت الصهبجية نانسي هتلف الكرسي؟ أوه. ده أكيد. أنا متحمس 1000% علشان أغني في مسرح The Voice Kids. يا رب. ما أنا ليه قلبي عم بدق كتير هلا؟ كأني طالع على أصعب حفلة بحياتي. 1 2 1 2 3 4. لا 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 مش معقول. شو هي؟ شو هي؟ مش معقول. مش معقول. لك هالشو؟